كثيرا ما نقف عند أسماء تصنع الفرجة وتصنع الحضور. عبد الرحيم الشاكر، كل جماهير الجيش تشكر هذا اللاعب على ما يقدمه، رقم مهم في معادلة الأداء. ليبرو بوظائف كثيرة، فكثيرا ما نراه مهاجم صاحب خبرة ومتميز من خلال الكرات الثابتة، الارتقاء والرأسيات. دعونا نقف عند هذا اللاعب الذي يؤكد بأنه واحد من أفضل لاعبي البطولة في الظرف الراهن. وجه مبتسم وحرص من الرجل على تبادل واجب التحية. عبد الرحيم شاكير قائد نادي الجيش الملكي والمدافع بنفس هجومي، يعتبر أحد الأمواج الهادرة في بحر الضباط. قوة شاكير في الوشائج التي نسجها مع جمهور ليفار. ما كنساش الخير ديال الفريق ديالي اللي صراحة أنا وقف معايا تدرت سمية ولعبت في ليكيب ناسيونال، فالحمد لله كيف ما كيحبوني أنا كنحبهم، كنعطي خدمتي في رقعة الملعب جيدا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ما اقترحش نعطيهم شيء اضافه اكثر مني، ولكن هذا هو جهدي. الحمد لله نقول للجمهور ديال الفرق الملكي راه شاكير معاهم ان شاء الله. عبد الرحيم شاكير اطلق حواراته الكرويه الاولى في صفوف الاقسام الشابه لنادي الرجاء البيضاوي، حيث تلقى تكوينه الاول قبل ان يلعب مع نادي اتحاد محمديه في القسم الرديف في موسمي 2007 و2008. بعدها رحل إلى نادي الدفاع الحسني الجديد ليقضي معه موسمين. المسير هذا تكلل بمعانقة ألوان نادي الجيش الملكي منذ 5 سنوات وبحضور رسمي ضمن الأسود، وفي الطموح شوق مشروع نحو الاحتراف. عبد الرحيم شاكير واحد من الأسماء التي فرضت نفسها في السنوات الأخيرة في الدوري المحلي، لاعب بتنافسية واضحة وقدرة عالية على التحمل وطموح مفتوح لتحقيق الأداء الأفضل. الأخضر نوالي، بي سبورت، الرباط. جماهير الجيش سعيدة بما يقدمه عبد الرحيم الشاكر، ولكن السعادة ستكون أكبر في ظل ما تتمناها الجماهير المغربية عندما يقدم هذا اللاعب المطلوب بألوان المنتخب الوطني. أكيد عبد الرحيم شاكر واحد من اللاعبين المتميزين، لاعب يلعب بمواصفات خاصة، مواصفات متعددة في الدفاع. لاحظنا أن حتى اعتمد عليه بدو الزكي في المنتخب، كذلك في الوسط كارتكاز، أي أن اللاعب لديه مواصفات اللاعب المتألق، اللاعب الجيد. تفجرت بشكل كبير إمكانية هذا اللاعب وفنيته لما التحق بالزعيم فريق الجيش الملكي. عادنا في الجديدة صار متقدما بشكل كبير حتى التحق بالمنتخب. لاعب لديه عروض كثيرة من الفرق الخليجية. أظن أن اليوم صرح بشكل كبير وقطع الشك باليقين وأعطانا أنه سيبقى مع فريق الجيش الملكي، الذي عندما قال أنا سأطمئن الجمهور أنني باقي مع فريق الجيش. والجيش أكيد سيكون سعيد في ظل تواجد هذا الاسم الذي يحظى باهتمام كبير من طرف وسائل الإعلام، من طرف الجماهير. في الختام